ولذلك يا جماعة دي مسألة، الأذكار دي دين، ما تعبد الله سبحانه وتعالى بأذكار مبتدعة. عينك لل في البخاري ومسلم وفي السنن، في سنن أبي داود بسند صحيح، في سنن الترمذي بسند، يعني يقول لك والعلماء يحكموا عليه بأنه سنده صحيح والحديث متنه صحيح وأي شيء صحيح، أنت تخليه يقول لك أذكار زاد سار الليل للقرضة قرش، ما دار يجيب اسمه سار الليل للقرضة قرش، ما هو الحبوب ما هو الأغبش، عنده حصانة ما بيتفتش، كهربته العالية بتحركتش. أزيد دين ده في البخاري في بالراحة يا جماعة، انتوا بتقولون لكن هو في البخاري في كلام، ده في البخاري في في تش، في البخاري كله في تش، في قرض، في قرمشة قرض في البخاري جت في ما بنادى القرمشوها في السودان ده هنا ودار الصقال الدين قرمشوها براون وياكلوا في القرض ونحن ناكل في الباسطة، ويقول لنا انتوا ناس الطيبات وهون ياكلوا في القرض، وبعد شوية يقول لنا انتوا مشددين، المشدد بتاع القرض ولا الباسطة يا جماعة؟ كذا بالراحة كذا، المشدد الزول اللي بياكل قرض ولا بياكل باسطة يا جماعة؟ يا توفيون بياكل قرض ده في المشددين حيرهم ذاته، فالقى يمص في القرض يقول لك 40 قرضة بتبقى ولي، هوا الضببة الساكنين في شجر القرض ديل ديل شنو يعني؟ الضببة ديل أكلوا كم قرضة ذاته ديل وترموا كم قرضة، معقول يا جماعة؟ ولذلك نحن نقول أذكار ما وردت في الكتاب والسنة ما تعبد الله بها، ولك صلاة الفاتح، صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في 13 صيغة، دي الثابتة 13 صيغة، ما فيها صلاة الفاتحة 13، ما جروها زاي ناس زول قال أنا مشيت في صحراء سيناء وأثناء ما ماشي في الصحراء لقيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، قال لقيته عديل، أنا إحنا ذا نخليه، قال لقيت الرسول ويقظ، قال في الصحراء، هو الرسول مدفون وين يا جماعة؟ صلى الله عليه وسلم مش مدفون في المدينة في حجرة عائشة رضي الله عنها؟ معقولة لاقى في صحراء سيناء، وقال قال لي اديتك صلاة الفاتح، وقال لقى قال لي صلاة الفاتح دي بتعدل من القرآن 6000 ختمة، يعني تختم القرآن 6000 مرة، 6000 مرة، حتى انت عادل شنو؟ صلاة واحدة من صلاة الفاتحة، وهي منجورة ذاتها لا في البخاري ولا في مسلم. ولذلك يا جماعة ده كله بدع، أعبد الله بالنجيضة يا أخي، انت يا غسي مشيت يا أخي لو سايق ركشة، سايق ركشة شفتها؟ صباع خسر تمشي تقول له يقول لك ده أبو 70 وده أبو 50 نديك يا تو، تقول لي يبقى أبو 70 ليه؟ لأنه ده الأصل، تقوم تبطل لنا في نص الطين، ولا سايقين لنا مرة عجوزة معاها واحدة تانية تبطل لنا مشكلة، أخر لنا الصباع شنو؟ الأصلي. زول مشى ليستك قالوا ليستك ده ب2 مليون وده ب1.5 مليون، يا تو الأصلي الأول ب2 مليون، يقول لا الدين ده نحن بتاعين سفر وفي حفر كثيرة وكذا، أطول السفر من هنا لبور سودان ولا من هنا لجنة عرضها السماوات والأرض أطول؟ يا تو أنت سفر زي ده تمشي بحاجات ما أصلية، بكل حاجات تقليد زي وتقليد بتاع بدع، تمشي لك يا أخي بأذكار بدع، دعاء بدع، الأذكار السنية ما يذكر بها، الدعاء السني براك تدعو وتحمد الله سبحانه وتعالى وكذا وتثني على الله إلى آخره وتدعو، الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل الدعاء الحمد لله وأفضل الذكر لا إله إلا الله، ذكره الألباني رحمه الله تعالى. انت تسوي السنة ولا تسوي البدع؟ فديو يا جماعة وقفة.